طلع عليكم خواتي خواتاتي صحابي صحباتي. المهم شوية الجدية تاني. بغيت نقول لكم اليوم غن ندير واحد الفيديو اللي هو عبارة عن 10 ديال العبارة والحكم. المهم إلا عجبتكم هاد البارتي قولها لي باش نبارطاجي في فيديوهات الجايين بارت 2 بارت 3 بحال هكا. المهم نبداو بالعبارة الأولى. بسم الله. نضغط هادي. العبارة الأولى وهي: التضارب الغباء أحيانا يكون من أجمل أنواع الذكاء. داكشي علاش تنقولو حنايا هبلت ربح. فهمتوني. المهم انتوما تفهموا، هدي فيها الهضرة بزاف. المهم إذا تعلمت التجاهل فقد اجتزت نصف مشاكل الحياة. التجاهل، انسى الهم ما ينساك. زوينة، نمشي بالأخرى. هذه هي واحدة أخرى تتكمل. داكشي متراب تقريبا. التظاهر بالسعادة أسهل من شرح حزنك للآخرين. أدير فيها يا ديك، ما فيها ما يتشرح. زوينة. أخرى: عليك بالصراحة أو التجاهل. يا تقولها ديريكت يا ما تقول والو، فلتقل خيرا أو لتصمت. يا ديك مزيانة. لا أحد يعلم ما تشعر به من الداخل. حد ما تحس باش بدكشي باش تتحس انت من الداخل، فهمتي؟ حد ما تحس بدكشي باش تتحس من الداخل، يعني هي هذيك. الصدمات نوعان: واحدة تفتح الرأس والأخرى تفتح العقل. فهمتوها؟ واحدة تفتح الرأس، ديك اللي تندير بزاف في الباركور، ولكن انت تفتح حتى العقل، تقول طحت، عرفت علاش طحت، داكشي علاش ما خصنيش نعاود نفس الغلط. هادي زوينة. لا يريد الهم منك اكثر من ان تريده فياتي. الهم يخصك تبغي وغيجي. داكشي علاش نقول لك انسى الهم ما ينساك، تقلب عليه غيجي، بغيتي المشاكل هما اللي بغيجيو. الهم راه فيه نوعان، واحد زوين واحد خايب. عود نفسك على التجاهل، ليس كل ما يقال يستحق الرد. هذه التيام في هما تكمل داك الفيديو اللي لحد الصباح. وهذه ما قبل الأخيرة: لا تجعل ثيابك أغلى شيء فيك حتى لا تجد نفسك يوما أرخص مما ترتدي. جبران خليل جبران. هذه زوينة. الصدى هو اللي يكون أغلى شيء فيك. والأخرى: ما أفقر الذين لا ثروة لهم إلا المال. بحال بحال يا ديك، زعما ما عندهمش مثلا نقول الأخلاق ولا سميتو. هما أغلبية دوك الناس اللي دار الصرف راه عاقلين شي شوية. المهم في داك الدومين تاعهم. المهم مزيان تكون شوية شوية، بدل ما يكون مخضرا ويكمل في داكشي اللي تيبغي. المهم الصرف راه ديما محتاجو مادة ضروري محتاجها، حيت هي باش تتشري وداكشي. المهم مادة ضرورية، ولكن ماشي هي اللي خصها تميزك. خص يميزك الإبداع ديالك والأفكار ديالك والطموح ديالك وداكشي ديالك. المهم والأخلاق ضروري. هما المال غير وسيلة ماشي غاية. لما قال انا مش دي. قد القدم غادي تبان. المهم كانوا هادو هما 10 العبارة اللي كاينين اليوم. تلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. بيس. قبل ما نكمل الفيديو بغيت نقول لكم دروكا قولوا لي شحال من عبارة قلت قبل. حباس حباس ما تعاودش الفيديو من الاول، خص اعرف شحال من عبارة قلت تال دابا. اش بصح 10 اللي قلت ولا ماشي 10؟ وإلى عقتي بيها بلا ما تعاود الفيديو قولها لي في التعليقات. تنشوفك. يا ما تعاودوش ما تعاودوش. يلا الله يقولكم. بيس.